شيرين هاني منصور، مرشحة لعضوية مجلس إدارة تحت السن، 13 عالم وأولة مصر وأولة أفريقيا في سباحة المسافات الطويلة، خريجة كلية ألسن، حاصلة على 4 ليفلز في الأسكا في تدريب السباحة وإعداد اللعيبة إن هم يبقوا لعيبة أولمبيين ودوليين. أنا أحد أفراد عائلة منصور، أنا قريبة عمي يبقى ياسين منصور وعمتي سحر منصور، طبعا بطلة عالمية وأفريقية مشهورة، وكمان جدي الكول كيبر الشهير مصطفى كامل منصور، فعيلة من جذور النادي الأهلي بمعنى أصح يعني. ماشي، عرفينا حضرتك تبع نازلة مرشحة مستقلة ولا تبع قائمة وتبع قائمة مين؟ أنا تبع قائمة الباشمهندس إبراهيم المعلم، وطبعا ده فخر لأن هو فضل إن أبناء النادي ينزلوا معاه وبيشجع كل الشباب، علشان ان شاء الله احنا اللي في ايدنا التطوير واحنا اللي في ايدنا الافكار الجديده، لان الشباب دلوقتي هم يعني زي ما بيقولوا زينه المجتمع. حظوظ قائمه مهندس ابراهيم المعلم في الانتخابات الشرسه اللي بنعتبرها كلنا شرسه في الوقت ده، وايه برنامجها الانتخابي حال فوزها في الانتخابات؟ هو احنا البرنامج الانتخابي القائمه كلها اجمعت، يعني احنا كلنا جمعنا افكارنا مع بعض وحطينا المعايير اللي هنمشي عليها. طبعا في مشاكل كتير جدا في النادي، في طبعا ايجابيات يعني وغير السلبيات اللي موجوده، هي السلبيات اللي احنا وضعنا لها الحلول. السلبيات طبعا في مشاكل اجتماعيه في اللعبات الفرديه، في بعض اللعبات الجماعيه في شكاوى من هناك، طبعا السيدات اللي دورهم مهدور مش لاقيين انشطه يعملوها. فكل البرنامج بيشمل كل القصص دي، بالاضافه الى طبعا نادي الشيخ زايد. احنا بنسعى ان نادي الشيخ زايد ده يبقى نادي عالمي باستاد عالمي، فهي دي كل الخطط الموضوعه. طبعا بجانب لو لقينا اي حاجه، لو ربنا كرم والمجلس دخل في اي مشاكل اخرى هنبتدي يعني نطورها ونوجد لها حلول ان شاء الله. في حضرتك مع معقود اجتماعين، الاجتماع الاول والاجتماع الثاني عشان خاطر مناقشه الميزانيه؟ هو مناقشه الميزانيه المفروض يوم 25 و26 ويوم 27 ويوم 28 الجمعية العمومية الانتخاب بقى نفسه. المفروض ان يوم 27 يكتمل النصاب لألف طبعا مرشح. يوم 27 ويوم 28 الجمعية العمومية نفسها، ولازم يكون في 1000 مرشح يوم 27. في حال عدم اكتمال الألف مرشح طبعا يعني مش هتنعقد الجمعية العمومية تاني يوم، لازم 1000 مرشح يوم 27 عشان تكتمل الجمعية العمومية ونفتح الباب يوم 28. لا تأثير على إجراءات الانتخابات؟ طبعا في تأثير، يعني تأثير قوي كمان، ده ممكن الانتخابات تتأجل أسبوع أو تتلغي خالص. طب عايزين الأستاذة شيرين منصور تكلمنا عن برنامجها هو الخاص بتاعها. هو أنا البرنامج صراحة يشمل كل اللعبات الشهيدة، اللعبات الفردية، لأن احنا عندنا مشاكل في مدربين، عندنا مشاكل في لوائح، عندنا مشاكل إن أبطالنا غير ظاهرين مش موجودين في الصورة، كل اللي معروف أبطال اللعبات الجماعية. فدي أهم أولوياتنا، إن احنا نحسن اللعبات الشهيدة ونطورها ونوصل مستوى المدربين لمستوى عالمي، إن هم يأهلوا اللعيبة والأبطال إن هم يبقوا أبطال عالميين. يعني مثلا عندنا أبطال دلوقتي مصنفين محدش يعرف عنهم حاجة لأن هم غير مش بيبرزوهم، مش بارزين في المجتمع بتاعنا زي لعيبة الكورة أو لعيبة هاندبول أو لعيبة الباسكت. فده اللي احنا بنسعى ان احنا نحققه، بالإضافة إلى تغيير بعض اللوائح اللي بتعوق المدربين ان هم يقدروا يشتغلوا ويطلعوا لنا أبطال عالم. اللوائح بتعوقهم ماديا ومعنويا وكل حاجة، فدي من أهم أولوياتنا، بالإضافة إلى دور السيدات في النادي الأهلي، هو غير مفعل في النادي الأهلي. فاحنا بنسعى ان احنا نقدم لهم ندوات، نقدم لهم زي أنشطة بسيطة يقوموا بيها بالنادي، لأن هم معترضين على القعدة ان هم قاعدين بس، هم عايزين يشاركوا في حاجات، عايزين يبقوا ليهم دور فعال في النادي الاهلي. فدي ان شاء الله اول حاجات هتتنفذ باذن الله. اهم الالعاب الفرديه اللي واخده الحياز بتاعكم الاساسي، حياز بمعنى عدد او حياز بمعنى اهتمام؟ اهتمام اكتر. الاهتمام كل اللعبات الفرديه الاهتمام بيها زي بعضها بالظبط، لان كلها عندها نفس المشكله. فاحنا ما بنهتمش بلعبه على حساب لعبه اخرى، احنا اهم حاجه عندنا اللعبات الفرديه. طبعا اللعبات الجماعيه عندهم مشاكل، بس مشاكل اراضي غير مطابقه للمواصفات، عندهم مشاكل في بعض المدربين، عندهم مشاكل في حاجات تانية، بس اللعبات دي بمعنى صح الفرديه مش ظاهره خالص. يعني الهاندبول معروف مين ناس، والفولي بول معروف، الحاجات دي معروفه، بس الى حد ما الرياضات الفرديه هي اللي مش ظاهره. شايف حضرتك ان تحويل الكابتن حسن حمدي للتحيه اثر على كابتن ابراهيم المعلم؟ والله دي قضيه فرديه، دي قضيه لا تخص حاجه بالنسبه لنا احنا، هي قضيه فرديه ومفيش حد طبعا فوق القانون. ان شاء الله بس يبقى الموضوع يعدي على خير ان شاء الله. ماشي. طب فريق الكره في الاهلي بيمر باصعب الظروف يجي من حوالي 10 سنين،
اصعب وقت في فريق الاهلي، ومش مش متعودين الجمهور ان هو بيخسر كذا خساره ورا بعض الايام دي. ايه الخطه بتاعتكم وخطه القائمه بتاعت حضرتك لاستعاده هيبه الاهلي من جديد ومنافسته على البطولات القادمه؟ هو اول هدف لينا ان احنا نشوف ايه مشاكل اللعيبه. اللعيبه نفسهم عندهم مشاكل، عندهم مشاكل معنويه وعندهم مشاكل ماديه، عندهم العديد من المشاكل. فهي حلول المشاكل دي هتاهلهم نفسيا ان هم يقدروا يدوني في التمرين اكتر من كده. هل هي مشكله مدرب؟ هل هي مشكله مثلا جهاز فني؟ هي دي الحاجات اللي احنا بنسعى ان احنا نحققها دلوقتي. هم طبعا مش بايدهم الخساره دي. انا شايفه برضو ان هي ابرز المشاكل اللي موجوده دلوقتي، المشاكل الماديه. اللعيبه ما بتحصلش على مستحقاتها، ودي ان شاء الله قيد التحقيق اول ما المجلس ان شاء الله الجديد يمسك. في لعيبه الميزانيه لتدعيم خزينه النادي الاهلي، هي دي طبعا في ناس عارضين خدمات، وفي ناس يعني في ناس كتير جدا من حبهم في النادي الاهلي عارضين خدماتهم بدون اي مقابل. الناس من كتره ما بتحب النادي الاهلي عايزين يخشوا ويساعدوا باي حاجه، فدي طبعا فخر لينا.